وللحديث عن دلالات تصريحات رئيسة البعثة الأممية في العراق جينين بلاسخارت وموجة الانتقادات الشعبية ضدها أزاء تبنيها مواقف الأحزاب ودعوتها للمشاركة في الانتخابات رغم الرفض الشعبي لها، معنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رافع الفلاحي. أهلا ومرحبا بك دكتور. حياكم الله ومرحبا دكتور. ما السر وراء هذا الاستقتال إذا صح التعبير من قبل رئيسة البعثة الأممية بالعراق جينين بلاسخارت في الترويج للانتخابات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك أخي الكريم. يعني بالبداية علينا أن نقول، ربما علينا أن نذكر بسؤال مهم. نعم. ويتعلق بأهمية ما تدعيه الأمم المتحدة بشكل عام وليس يونامي فقط، لأن يونامي تمثل الأمم المتحدة وبلاسخارت هي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق. فبالتالي نحن نسأل ما أهمية ما تدعيه الأمم المتحدة من سعيه لتقديم الدعم والمساعدة للشعب العراقي إذا كانت غايتها التأثير على العراقيين لإجبارهم على المشاركة في انتخابات الوجوه نفسها، الأحزاب نفسها، القوى نفسها، وهي تعرف ذلك، ومن ثم الاستمرار في بقاء العملية السياسية ودعم أسسها ومقوماتها المحافظية مذهبيا وإثنيا، والتي تقول الأمم المتحدة أنها ضد هذه الأشكال من 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 الحكم. وبالتالي هذه هي، تعرف الأمم المتحدة ويعرف العالم ويعرف المجتمع الدولي ويعرف الإقليم أن هذه العملية بهذه المحافظة قد قسمت العراقيين وقدمت بلدهم مثل ما يقولون على طبق من ذهب لإيران، أول الدول لإيران. فبالتالي هذا واحد من الأسئلة المهمة. أما السر الذي يقف وراء يعني سعي بلاسخارت، سعي الأمم المتحدة للترويج للانتخابات، فهذه حقيقة هي جزء من هذه اللعبة. الأمم المتحدة منذ عام 2003 وحتى قبل ذلك، حتى بالحصار الذي فرض على العراق ل13 سنة، كانت الأمم المتحدة شريك للمجتمع الدولي في قتل العراقيين. يعني لو نذكر نحن ربما أجيال كثيرة، ربما يعني جيل كامل اللي انولد في عام 2003 وقبل 2003 بقليل لم يذكر، لا يذكر هذه الفترة، لكن نحن نذكرها. هذه 13 سنة قدم العراق أكثر من مليون شهيد، أكثر من نصف مليون طفل نتيجة فقدانهم الدواء والغذاء، وكانت الأمم المتحدة شريك في هذه الجريمة التي ارتكبت ضد العراق في منع الدواء والغذاء بدعاوى التخلص من أسلحة العراق الشاملة وغيرها. دكتور، اليوم هنالك من يقول أن البعثة الأممية يونامي أصبحت جزءا من العملية السياسية بعد حديثها المشابه لقوى العملية السياسية بأن هذه الانتخابات ستكون مختلفة عما سبقتها من انتخابات. هذا ما كنت أتحدث عنه، هذا لذلك مهدت بالحديث عنه بهذه الطريقة. الأمم المتحدة جزء من مشروع الاحتلال وليست جزء خارج من عنده. ربما نعم لم يعطي مجلس الأمن التفويض للولايات المتحدة لاحتلال العراق في البداية، لكنها أيدت بعد ذلك الاحتلال وقفت معه وساندته طوال هذه السنوات، وكانت تروج له وكانت تدعمه في كل الخطوات. والأمم المتحدة، يعني على ذكر الأمم المتحدة، مثل ما تقول كل الوقائع انها يعني دائره تابعه لوزاره الخارجيه الامريكيه تأتمر بامرها، بالتالي هي تنفذ سياسات من احتل العراق، من دمر العراق، وهي تعرف انه هذه القوى، هذه التي تمثلها واللي حضرتك اشرت لها انها جزء من العمليه السياسيه، هي قوى ميليشياويه تابعه لايران، فاسده، اكثر من تريليون دولار ضيعت من أموال العراقيين، دمرت العراق، خربت العراق، لم تقدم شيء للعراق. ما يقارب 19 سنة من الخراب والدمار اللي شهد العراق بشكل كبير جدا والعالم كله يعني يشهد عليه. وبالتالي أنت تستغرب لماذا تكون هذه البعثة اللي يسموها يونامي ممثلة للحكومة العراقية. وعلى ذكر بلاسخارت، ليست بلاسخارت وحدها، يعني من سبقوها أيضا في هذا المنصب كانوا يمثلون نفس القضية، هم جزء من فرصة، اعتبروها فرصة لإغناء أنفسهم. أنت عندما تسأل من هؤلاء، غالبيتهم إما وزراء معزولين من حكوماتهم أو
كانوا سفراء في دول وانتهت مهمتهم يأتون بهم إلى العراق فرصة للاسترزاق وفرصة للثراء واستحصال أموال من بلد فاسد بشهادة منظمة الشفافية العالمية وبشهادة الأمم المتحدة نفسها أنه بلد فاشل ومن أكثر البلدان فسادا. دكتور، العراقيون وأقل من أسبوع موعدون مع انتخابات يقولون أنها مبكرة، لكن هنالك إجماع عراقي وطني وشعبي وعلى مستوى الناشطين والمدونين أن سلاح الميليشيات هو ما سيحدد نتائج الانتخابات ومسارها، بينما بلاس خارت تقول أن هذه القوى ستوفر مناخا آمنا للانتخابات. كيف يكون ذلك برأيكم؟ أولا دعني أقول لك على ذكر الانتخابات المبكرة، الانتخابات ليست مبكرة، الانتخابات أساسا كان محدد لها في عام 22، يعني الآن هي تجري يعني قبل موعدها الأصلي بنحو 5 أشهر، فهي ليست مبكرة، يعني هذه كذبة المبكرة ليرفعوها. ثانيا هي لا تمثل المتظاهرين، هي ليست من مطالب المتظاهرين. نعم. الأمم المتحدة وكل القوى التي تتحدث أن هذه تمثل المتظاهرين كذبة، لا تمثل ثورة تشرين وليس لها علاقة بثورة تشرين. ثوار تشرين طالبوا بإزالة العملية السياسية كلها، وقفوا ضد أحزاب السلطة التي تشارك بالانتخابات. نعم. الانتخابات ما يسمى بالانتخابات، والأمم المتحدة تعرف ذلك، هي محاولة ولعبة مكشوفة لإعادة الحياة ومنح الشرعية التي يدعونها لنفس السلطة الحاكمة. العملية الانتخابية ليست سوى لعبة أو خطة متفق عليها لمحافظة السلطة وثرواتها بين قوى العملية السياسية. فبالتالي هذه الأيام القادمة والانتخابات القادمة ستشهد بالتأكيد عزوفا كبيرا، لذلك هذه القوى ومنهم الأمم المتحدة مستقتلين لدفع العراقي للذهاب إلى الانتخابات، يقولوا أن الشعب العراقي اختار هؤلاء، والانتخابات ما هي إلا يعني والديمقراطية عموما اللي تحدثت بها أمريكا والتي جاءت بها عام 2003 ادعت أنها جاءت الديمقراطية، هي لعبة لفظية ليست أكثر من لعبة لفظية، أريد لها أن تستعمل بديلا عن يعني حقبة حكم سابق وصفت بالدكتاتورية وأسقطت الدبابات الأمريكية. المال بأيديهم، السلاح بأيديهم، السلطة بأيديهم، فبالتالي هم يسيطرون أو يستطيعون شراء من يبيع سواء الصمت، من يبيع ذمته، من يبيع القدرة على الترويج، من يبيع موقفه، هم يشترونه، والأمم المتحدة جزء من هذه اللعبة، يعني باعت واشترت وأخذت المقابل، وإلا ما الذي يجعلها تقف مع هؤلاء؟ الانتخابات تتحكم بها الميليشيات، تتحكم بها السلاح المنفلت، قالوا أننا سنقضي على السلاح المنفلت، سنقضي على الفساد، سنظهر قتلة المتظاهرين، كل هذه الشروط لم تحقق، وجاءوا إلى الانتخابات بنفس الوجوه، نفس الأحزاب، نفس القوى الفاسدة التي يتظاهر الشعب ضدها، فبالتالي هي نسخة مكررة لتدوير نفس النفايات، نفس الوجوه، إعادتها مرة أخرى وأعطائها ما يدعونها بالشرعية، ليس أكثر. نعم. دكتور بلاس خارت تحدثت بمؤتمر صحفي مشترك مع برهم صالح أن البعثة تبذل جهدها لمنع تزوير الانتخابات المقبلة، نفس الكلام قيل في كل الدورات الانتخابية التي شهدها العراق، مع ذلك كان التزوير هو السمة الغالبة، ما الذي تغير الآن حتى يمنع التزوير؟ أولا أخي الكريم، الآن بعد 18 سنة هم يعترفون كلهم، الآن هذا الحديث اللي تحدث به برهم صالح، وعلى ذكر برهم صالح يعني أنا استغرب رئيس لجمهورية مثل العراق يقف مع موظفة بالأمم المتحدة، بلاس خارت هي موظفة صغيرة بالأمم المتحدة، وموظف آخر بالمفوضية لكي يجري معهم يعني مؤتمرا صحفيا، وهذه مهمة أي ناطق باسم أي قسم في أي وزارة ممكن أن يقوم بها، ليس رئيس الجمهورية، دعنا من هذا لأن هم يعني لا يعرفون حتى حجم مناصبهم، هاي واحدة. الثانية يعني حضرتك كنت تسألني عن ماذا؟ أن بلاس خارت تشير إلى أن البعثة الأممية تبذل جهدها لمنع التزوير. نعم. القضية هم يعترفون الآن، يعني بعد 19 سنة قريب 19 سنة الآن كلهم يعترفون بما فيهم برهم صالح والأمم المتحدة وكل الأحزاب وكل القوى يعترفون أن الانتخابات السابقة مزورة. نعم. وكانوا لا يعترفون بها، وآخرها 2018 الآن يعترفون بكل التزوير التي جرى، لذلك يوعدون بأن هذه الانتخابات لن تكون مزورة كسابقاتها.
إذا كل الانتخابات التي جاءت بحكومات منذ عام 2003 على الأقل منذ عام 2005 مع أول انتخابات لحد الآن هي حكومات ليس الشرعية، لأنها جاءت انتخابات مزورة كذبة. هذه واحد. الثانية، أين خط الشروع لوقف يعني أين خط الشروع للشفافية والنزاهة وعدم التزوير؟ وين هم يتحدثون عن غرفة إدلاء الأصوات؟ داخل هذه الغرفة لن نسمح بوجود التليفونات المحمولة، سنراقب الصندوق، وماذا عن خارج هذه؟ المال السياسي، السلاح، الميليشيات، الإرهاب، كل هذا موجود برا. كل العوامل، هذا القانون الانتخابي، قانون الأحزاب الذي لم يطبق، الدستور الذي يدعونه. فبالتالي محاولة نفي التزوير وإعطاء النزاهة للانتخابات لا يمكن أن تركب، لا يمكن أن تأتي بالصيف والشتاء على سطح واحد، لا يمكن. بلد فيه من الفساد أعلى مستويات، واحد من بين أكثر 10 و15 بلد فاسد في العالم، كيف يمكن أن تجري فيه انتخابات نزيهة بمجرد أن تأتي ب700 مراقب من الأمم المتحدة وما أعرف 100 واحد من الجامعة العربية وما أدري كم سفارة وتوزعهم ويفترون وتقول هذه انتخابات نزيهة؟ ما في 2018 قلت نزيهة، وعدد الذين شاركوا لا تتجاوز نسبتهم 18%، قلت 47% واعترفتوا بالحكومة وخرج عليها الشعب وبدلتوها أنتم، بدلتوا هذه الحكومة لكي تحاولوا تثبيت العملية السياسية، الحفاظ على العملية السياسية لكي لا تسقط. والآن تدعون أنها كلها مزورة كانت، والآن أنتم بصدد مكافحة التزوير وأنه لن يكون هناك تزوير. التزوير موجود والنزاهة مفقودة، والانتخابات مثل ما قلت ليست سوى لفظة، يعني عبارة لفظية ليس أكثر. دكتور، هنالك تصريحات كثيرة لبلاس خارت بشأن وبخصوص الانتخابات في العراق، لكن ما يعني أهم هذه التصريحات التي وردت أنه في حال لم تنجح الانتخابات الجديدة فأن العراق ذاهب إلى الفوضى، ألا يعد هذا تخويفا للعراقيين والذي هو بمضمون دعاية انتخابية من قبل الأمم المتحدة؟ نعم، هو بالضبط هكذا، هو نفس الكلام الذي يردده مصطفى الكاظم، يردده هادي العامري، يردده عمار الحكيم ومقتدى الصدر، أنه إذا لم تذهبوا للانتخابات فنحن ندري، ويردده نور المالكي سنذهب إلى المجهول. نعم. يهددون الناس بالمجهول وبالفوضى وكأن العراق لا يعيش فوضى. إذا كان العراق لا يعيش فوضى منذ عام 2003 لحد الآن في ماذا يعيش؟ هو قمة الفوضى، قمة الخراب، قمة الدمار. إذا كان كل هذا 10 ملايين مهجر خارج العراق، أكثر من 12 مليون يأكلوا من المزابل وهو أغنى الدول، هناك مرضى، هناك أمية 7-8 ملايين أمي، هناك عطالة وبطالة عالية جدا، هناك ضياع للزراعة والصناعة وكل شيء، وبلد متحول إلى مستورد يأكل كل شيء ويستورد كل شيء بحياته من الكهرباء إلى 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 يعني كل الأشياء. فبالتالي أين والميليشيات تتحكم بالشارع وتستعرض في وقتها وتعتقل وتقتل وتتهم مثل ما تريد، وحتى الحكومة تخاف من عدها. ما هي شكل الفوضى الحقيقة؟ يعني العراق ينطبق عليه، ربما يذكرني هذا بقول أبو الطيب المتنبي، يعني وسوى الروم خلف ظهرك روم فعلى أي جانبيك تميل. الحقيقة ليس فقط أمريكا وليس فقط إيران، حتى في الداخل هذه الأحزاب وهذه القوى كلها معادية للعراقيين، كلها تريد أن تأكل العراقيين والأمم المتحدة جزء منها. الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.